المحاضرة الثانية هي عن دعم الحياة الأساسي الـ Basic Life Support. طبعاً يعني المخطط جديد أيضاً بالتوصيات الجديدة اللي نزلت بعام 2021. بدايةً يجب تحري استجابة المريض والتنفس، فإذا كان المريض غير مستجيب ولا يوجد تنفس أو تنفسه بشكل احتضاري بسميه التنفس اللهاسي الـ Gasping، هذا راح نشوف فيديو عليه. هون نطلب المساعدة، نفعل نظام استجابة الطوارئ من أجل يحضروا مزيل الرجفان، ونبدأ بالإنعاش القلبي الرئوي من خلال التمسيدات الكافية بالقوة والسرعة الكافية. ومتى ما وصل مزيل الرجفان بأي لحظة نقوم بتحليل الصدم، وإذا كان في حاجة للصدم نصدم مباشرة، ودائما بنعيد تحليل نظم بعد دقيقتين. إذا أول شيء استجابة مع التنفس، مريض غير مستجيب ما في تنفس، نطلب المساعدة، بنبلش بالإنعاش تحديد ما يزي مزيل الرجفان، وبس إجا مزيل الرجفان بنحلل بنصدم وبنعيد التحليل، طبعا نتابع التمسيد وبنعيد التحليل بعد دقيقتين. هذا المخطط راح نحكي الآن عليه بشكل مفصل. أول خطوة إذا تحري الاستجابة، أي مريض فاقد للوعي بدك تتأكد أنه فعلا فاقد الوعي، ممكن يكون نايم، ممكن يكون مثلا صار عنده TIA أو إلى آخره، الضغط على صدره بتهزه بصوت عالي، فيك شيء أخي، هل أنت بخير؟ استجاب، استجاب، ما استجاب ننتقل للخطوة اللي بعدها. إذا ما استجاب المريض طبعا نفحص التنفس أو النبض والتنفس أحيانا، مشان ما نضيع وقت لازم ما نضيع أكثر من 10 ثواني إحنا عم نفحص، طلبنا المساعدة طبعاً، نفحص النبض والتنفس مع بعض. طيب التنفس غير موجود والنبض غير موجود، الحالة بالنصف، إذن هذا مريض صار توقف قلب، اللي هو تعريفاً ما في استجابة، ما في تنفس، ما في نبض، إذن بلشنا إنعاش قلبي رئوي، وشباب المساعدة جايين ليجيبوا معهم المزيل الرجفان. طيب التنفس غير موجود لكن يوجد نبض، إذا أنت إذا تركز هنا القلب شغال، تركز فقط على التنفس، سموه النفس الإنقاذي راح نحكي فيها بعد قليل. طيب التنفس موجود والنبض موجود لكن المريض غير مستجيب، إذا حالة هي عبارة عن غياب على الوعي بأسباب المختلفة، ممكن يكون ستروك، ممكن يكون نزف دماغي، ممكن يكون أحيانا بعض السموم، ممكن أخذ مثلا جرعة زائدة من الأدوية. إذا بيهمنا نحن التنفس والنبض موجودين، معناتها نحن ما لنا امام حاله توقف قلب ولا لنا امام حاله تنفسيه مثلا تؤدي الى انعدام التنفس ووجود النبض، اذا الحاله بس مؤثره على الوعي. فهون نحن مشان الغياب على الوعي ما بنعمل انعاش قلبي رئوي ولا بنعطي دعم تنفسي، لكن بنحط المريض بوضعيه الافاقه مع المراقبه، لانه ممكن باي لحظه المريض يعني تسوء حالته. هاي وضعية الإفاقة هي وضعية جانبية بسموها، الغاية منها أنه ما يستنشق المريض مفرزاته، يعني بتأثير الجاذبية، فإذا راجع إذا طلع مفرزات عشان ما يراجع مفرزاته مع فتح الطريق الهوائي لأجل هذا، يعني ينزل بتأثير الجاذبية وما يبلع المريض لسانه. إذا نحن عم نتحرى الاستجابة، ما في استجابة، طلبنا المساعدة، عم نفحص النبض والتنفس بنفس الوقت. فنفحص النبض مثل ما احنا شايفين باصبعتين من جانب المسعف، يعني ما بروح انا للطرف الثاني لاخذ النبض، من جانب المسعف باصبعتين الشريان السباتي، مريض غايب على الوعي على الشريان السباتي، ما بنلجا الشريان الكعبري، الشريان السباتي، طبعا نتجنب الجس بالابهام، ما بنضل من جس اكثر من 10 ثواني، وبنفس الوقت بنفحص التنفس. والله انا شكيت النبض شغال ولا مو شغال، لا خلاص مو شغال، نحن بناخذ على الأسوأ، لأنه إذا أخذنا على الأفضل وشكينا ضيعنا أكثر من 10 ثواني، نحن ما بنفضل نضيع أكثر من 10 ثواني، لأنه الوقت كثير مهم، وتذكروا ال4 دقائق اللي بيموت فيها الدماغ. أثناء فحص النبض أنا حط إيدي على النبض، عيني على التنفس، أتحقق من وجود التنفس، أطلع على حركات جدار الصدر، ما بدي أشوف حدا بيقرب من تم المريض، من انف المريض، ناس بيجيبوا مريه، ناس بيجيبوا بده يسمعوا الصوت، بده يحسوا بالهذا، هيدي التغت تماما، فقط بالنظر على جدار الصدر، اذا جدار الصدر عم يرتفع ف
فنحن أمام التنفس شغال، ما بيرتفع معناتها أمام توقف تنفس. أو ممكن أحيانا بيصير في عندنا شيء اسمه اللهاس أو التنفس الاحتضاري. كمان التنفس الاحتضاري يعتبر تنفس غير طبيعي، راح نشوف الفيديو. لاحظوا التنفس الاحتضاري، عم يفتح المريض بيحاول يفتح ياخذ نفس مثل كأنه عم يشم النسيم وتوقف، شايفين جدار الصدر ما عم يتحرك، لكن كل فترة قصيرة ممكن ياخذ نفس غير فعال. لاحظوا الصورة. إذا توقف تنفس، ما في حركة جدار الصدر، مجرد تنفس يعني احتضاري غير فعال، نسميه جاسبينج أو اللهاس يعني. إذا اعتباره غير فعال معناته كأنه يعامل معاملة توقف التنفس. طيب إذا نرجع نذكر فيهم، النبض موجود والتنفس غير موجود، إذا مشكلتنا بالتنفس، معناته هذا بس بده إعطاء أنفاس. فممكن نعطي الأنفاس الإنقاذية كل 5 أو 6 ثواني، هذا الرقم فقط بالتنفس الإنقاذي. نعد مثلا 1001 1002 1003 1004 1005 1006، هذول بيصيروا 6 ثواني، فكل 6 ثواني نعطي نفس، يعني تقريبا معدل أنفاس متوسط 10-12 نفس في الدقيقة. هي لما ما بيكون التنفس موجود بس النبض موجود، إذا أنا ما عم بعمل إنعاش ما في داعي للتمسيدات، فقط اعطاء الانفاس بسموه التنفس الانقاذي او ريسكيو ريسبيريشن. طبعا بنفس الوقت هذا كمان بده تفعيل نظام استجابه الطوارئ، لانه ما بتعرف امتى المريض بيتوقف النبض عنده. بتعرفوا احد الاسباب المهمه لتوقف القلب كمان المشاكل التنفسيه اللي من بيناتها انها الاختناق. طبعا كل دقيقتين بنرجع نتحرى على النبض. طيب غاب النبض، صرنا حاله انعاش، ما في نبض، ما في تنفس، وما في وعي. إذا الدقيقتين مهمات جدا لإعادة التقييم. إحنا عم نعطي أنفاس كل 5 أو 6 ثواني، وكل دقيقتين بنقيم النبض. غاب النبض، دخلنا بإنعاش قلبي رئوي. النبض والتنفس غير موجودين، صرنا حكيناها كثير، معناتها دخلنا بتوقف قلب مباشرة. نبدأ بالإنعاش القلبي الرئوي. طبعا بعد ما نطلب المساعده عشان يجيبوا لنا الصادق ومعدات الانعاش، يعني في عندنا ادويه، في عندنا في دائما بيكون في كارت يعني خاصه، مثلا عربي عربه الاسعاف بيكون فيها الادويه، بيكون فيها الجهاز اللارينجو وجهاز الصادم واي يعني المعدات المتعلقه بالانعاش مثل التيوبات والى اخره. فانت بتبلش انعاش، في ناس عم يروحوا بيجيبوا الصادم. الانعاش يعني هو التقنية المنقذة للحياة، عبارة عن خليط من أمرين أساسيين، هو الضغطات الصدرية وأعطاء التنفس، عشان نحافظ على الدم المؤكسج الموجود في الشرايين. طبعا لو وقف قلب المريض يوجد أكسجين في الشرايين، فنحن نبلش بالضغطات الصدرية كون لسه الأكسجين لساته موجود، ونستغل وجوده لحد ما نعطي التنفس عشان يوصل للدماغ اللي هو العضو الحيوي المهم، والاعضاء الاخرى ايضا الحيويه. اذا ترتيب خطوات الانعاش، متى ما اثبتنا انه هو توقف قلب من خلال الاستجابه والنبض وعدم انعدام النبض وانعدام التنفس وطلبنا المساعده، بلشنا بخطوات الانعاش اللي هي اختصارا CAB، Compression Airway Breathing. كومبريشن يعني ضغطات صدرية، بلشنا بالضغطات الصدرية أول شيء، إيرواي بعدين فتحنا الطريق الهوائي وعطينا البريسينج، عطينا التنفس. هذا يعني قديم من 2015 تغيرت تقريبا، صار لها أكثر من 5 سنوات. كان أول يعطوا التنفس أول ثم الضغطات الصدرية، ما زال موجود بالجايد لاين ب 2015 وب 2021، ما زال أول خطوة من خطوات الانعاش هي الضغطات الصدرية. ليش ما قدموا التنفس على الضغطات الصدرية؟ نحن بدنا يوصل الدم اللي كان فيه أكسجين، حتى لو وقف قلب المريض فهي هو لسه فيه شوية أكسجينات، بدنا يوصل بأسرع ما يمكن الدم اللي محمول بالأكسجين للدماغ. هلا لو نحن جينا عطينا أكسجين ما راح يروح لحاله الأكسجين على الدماغ، بدك شيء تفشه، فلذلك بندفش
الدم الموجود بالأوعية اللي فيه شوية أكسجين للدماغ أفضل ما نعطي أكسجين وما ما نحسن ندفي شوي. إذن أول شغلة نوصل التروية، فلذلك الضغطات الصدرية بشكل مبكر. بعد ما نعمل 30 ضغطة صدرية بنعطي نحرر الطريق الهوائي وبنعطي الأكسجين. كيف بتتم الضغطات الصدرية؟ طبعا بيتم وضع المريض الأفضل أن يوضع على سطح مستوي وقاسي مثل مثلا لوح خشبي أو على الأرض، هو أفضل طرق الإنعاش. بينما إذا مثلا بيكون على يعني أسرة فيها زنبلك أو مثلا بيكون على طراحة مثلا ضغطة منخفض، فهذا الشيء بيأذي الإنعاش وبيكون غير فعال. طبعا جميع الأسرة المشافي هي أسرة جيدة للإنعاش، فيما عدا إذا كان يعني أسرة هي بالأصل سيئة أو فيها يعني راسه. بنحط راحة إحدى يدينا فوق النصف السفلي من عظم القص، واليد الأخرى على الجزء العلوي من اليد الأولى. إذا بنشبك إيدينا في بعضهم، هلا راح نشوف صورة، ونبلش على النصف السفلي من عظم القص مع إبقاء المرفقين يعني مفصلي المرفقين مشدودين، ما نشوفهم متنيات أبدا، مركز الكتف تماما فوق اليدين، ونستخدم وزن الجزء العلوي وليس فقط الذراعين، يعني نضغط بالكامل الوزن الجسم وبضغطات قوية وسريعة معدل 30 ضغطة. طيب إذا نرجع نأكد، إذا هون حط شبك إيديه في بعضهم، حطهم على النصف السفلي من القص بشكل عمودي، شايفين عنا المرفقين مشدودين، وزن الجسم الكتفين فوق مباشرة فوق اليدين، وزن الجسم العلوي وليس فقط اليدين. إذا هون في طريقة إذا بدك تحدد المكان بشكل جيد، إصبعتين من الناتئ الرهابي للأعلى قليلا، وحطينا الإصبعتين حطينا الإيد بعد هدول الإصبعتين يعني على النصف السفلي من القص، وشبكنا إيدين في بعضهم ونبلش بالإنعاش. إذا هذه طريقة التشبيك، وضعنا راح اليد فوق اليد والضغط براحة اليد الأولى. إذا اليد المسعف تكون عمودية على الصدر، مرفقين مشدودات، مركز الكتف شايفينه فوق اليدين، ووزن الجسم العلوي. الضغطات ذات الجودة العالية، لما نقول إنه هذا الإنعاش فعال جودته عالية لازم يكون معدل الضغط بين 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة. إذا نحن بدنا نوصل التروية بسرعة، هذا لذلك عم نضغط بضغطات 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة. قبل 2010 كان مقبول 80 إلى 100 ضغطة في الدقيقة، الآن غير مقبول. 2015 فيما بعد أقل من 100، أقل من 100 معناتها أنت إنعاشك غير فعال. طبعا حتى فوق ال 120 يعني غير يعني مو غير فعال، بيكون يعني سريع جدا. لا، 100 إلى 120 حاليا هو المقبول، ولازم يكون العمق كافي، تضغط بسرعة كافية وعمق كافي. أما لما بضغط أنا 5 سنتي على الأقل وما يتجاوز 6 سنتي، هلا إذا ضغطت أقل من 5 سنتي معناتها أنت ما بتضغط بشكل كافي، معناتها التروية ما راح توصل للدماغ والأعضاء الأخرى بشكل كافي. وإذا ضغطت كمان بشكل أزود من 6 سنتي أحيانا ممكن يتوصل التروية، لكن ممكن يصير أذيات أو يعني إصابات أخرى. طبعا السماح بارتداد الصدر كثير مهم، انت عم تضغط الضغطه مو تضل متكئ على الصدر، فاذا ضليت متكئ على الصدر بعد كل ضغطه فهذا شيء ما بيسمح بارتداد الصدر الكامل وما بيسمح بحوده الترويه. بتعرفوا نحن في عنا عم نضغط الشرايين مشان يعني عم نضغط القلب مشان تروح الترويه عبر الشرايين للدماغ والاوعيه الاخرى، طيب مو بدها يرجع الدم عبر الاورده، فاذا انت اتكأت على الصدر وما خليته يرجع فما راح يصير في عنا العود الوريدي، هذا معناته ما راح يصير عنا تبادل غازي، يعني بتعرفوا الدم اللي بيرجع من الدماغ والأنسجة بيكون غير مؤكسج، بيروح على الرئتين منشان يؤكسج. أقل ما يمكن منقلل من التوقفات أثناء عمليات الضغط أقل من 10 ثواني، الحد الأدنى الحد الأعلى 10 ثواني، ما بصير نوقف أكثر من 10 ثواني. أحيانا التوقفات يعني بتنشأ نتيجة مثلا المسعف بيكون لحاله، احيانا التوقفات بيكون مثلا انعبط المسعف والمسعفين الاخرين،
ممكن توقفات بسبب انه بده يعملوا اجراء ثاني، مثلا بده ينببوا او بدهم يفتحوا وريد، هذا كله خطأ. والله بدنا انا تعبت فبوقف على طرف، لا ما بصير، يعني بتجيب حدا بدالك مباشرة او بتضل متابع، والا هذا الشيء بيأثر على التروية. دائما عم نركز على السرعة الكافية، دائما بنركز على التقليل من التوقفات. طيب بلشنا بالضغطات الصدرية وعطيناها بشكل فعال مثل ما حكينا بالصفات المثالية. بعد ما خلصنا 30 ضغطة بدنا نعطي الأنفاس. ما بصير نعطي الأنفاس بدون ما نحرر الطريق الهوائي. مريض غايب على الوعي، طريقه الهوائي غالبا غير مفتوح، بده تحرير للطريق الهوائي، وبنبلش نعطي الأنفاس سواء عبر الفم للفم أو عبر القناع مثل ما أنا شايفين الصورة، أو عبر الأنبو. وأنا نتأكد إنه عم يدخل فعلا الهواء لجدار الصدر، بنراقب جدار الصدر هو عم يطلع للأعلى. مدة كل نفس بنعطيه ثانية واحدة، بنعطي نفسين، أول نفس ثانية ثم نعطي النفس الثاني بثانية كاملة. قبل ما نعطي الأنفاس لازم نحرر الطريق الهوائي. عملية تحرير الطريق الهوائي سموها مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن. مناورة بسيطة جدا، عبارة عن حركة واحدة باليدين، راحت إحدى اليدين على جبين الشخص وبرفق للخلف، والإصبعين السبابة والوسطى تحت الذقن، وبنرفع الذقن للأعلى. إذا جبهة للخلف والذقن للأعلى، هذا بحررنا الطريق الهوائي. هذا اللسان اللي كان رجعان لورا وسد لنا الطريق الهوائي بيقدم لقدام بهي العملية. بعد ما نفتح الطريق الهوائي نعطي الأنفاس. هلا هي عملية الفتح الطريق الهوائي بهذه الطريقة مثل ما ملاحظينها فيها تحريك للرقبة. فإذا كان عندنا مريض عنده أذية رقبية ما بنشوفها كثير بالحالات يعني الأمراض الباطنة، لكن بعض حالات الرضوض ما كل توقف قلب هو سببه مرضي، ممكن يكون حادث سيارة. فإذا كان عندك شك إنه عنده أذية رقبية للمريض ما بصير تعمل له مناورة يعني إمالة الرأس ورفع الفك، نعمل له مناورة اسمها مناورة دفع الفك. مناورة دفع الفك نمسك الزوايا الفك السفلي، شايفين هون بهالأصابع كلتا اليدين، واحد من اليمين وواحد من اليسار، ومنحرك الفم للأمام. بهي الطريقة بندفش من تحت للأعلى. إذا كان عندنا الشفاه كانت مغلقة بنفتحها يعني بواسطة الإبهام مشان يصير في عندنا تبادل غازي. إذا هل مناورة الدفع الفك للأعلى بتدفع اللسان للأعلى، فبالتالي بتحرر الطريق الهوائي اللي كان مسدود دون أن يعني نؤثر على العمود الرقبي. نحن بس عم نحرك الفك ما عم نحرك الرقبة أو عم نحرك الرأس. طيب حررنا الطريق الهوائي وبلشنا نعطي النفس وما تحرك الصدر، عندنا احتمالين، اما الطريق الهوائي مسدود، واما فعلا نحن ما لنا محررين الطريق الهوائي بشكل جيد. يعني ممكن يكون مسدود مثلا بلقمه، مثلا مريض كان عم ياكل ونسد الطريق الهوائي، او مفرزات او الى اخره، او ممكن يكون اللسان مبلوع لانه الطريق الهوائي ما يعني ما هو مفتوح بسبب يعني انسداده باللسان. هون بنكرر فتح الطريق الهوائي بالمناورة اللي حكيناها، دفع الرأس أو إمالة الذقن، ونعطي التنفس الإنقاذي الثاني. ما في داعي نرجع نعطي نفسين، خلاص أعطينا نفس أول حسيناه مو فعال، نرجع بنحرر الطريق الهوائي ونعطي النفس الثاني، ومنتابع التمسيد لأنه التمسيد مهم جدا، لأنه التمسيد هو اللي بيوصل التروية للدماغ. إذا متابعة التمسيد أولى من أنه تضيع وقت أنت بالطريق الهوائي. وإذا شفت طبعا أنه الطريق الهوائي صعب يعني التنفيس عن هاي الطريقة، ممكن نلجأ لفتح الطريق الهوائي المتقدم. طبعا هاي داير رح نحكي بمحاضرة لحالها. الطرق الأساسية يعني إعطاء الأنفاس ممكن طريقة الفم إلى فم، وهي طريقة طبعا يعني تشكل خطر على العدوى يعني في هذا الأثناء. لازم نغلق الانف مثل ما احنا شايفين اثناء اعطاء التنفس انف فم لفم، لازم نغلق الانف والا كل شيء بنعطيه من هون بيطلع من الانف. طبعا الشفتين لازم نوضع على فم المصاب، نحكم اغلاق الفم بشكل كامل، وبايدنا نحن محررين الطريق الهوائي. احيانا ممكن نستعين بقطعه قماش او محارم، في اكياس مخصصه بسموها كويك سيفر للانعاش، يعني بتخفف من يعني العدوى. طبعا لا ينصح به حاليا بالكورونا. ممكن التنفس عبر القناع مباشرة، هذا القناع اللي بنحطه نحن بنوصله مع الأنبو. ممكن
حتى يوصل الأنبول يستخدموا، هذا بيستخدموه المسعفين جدا، بيغلقوا فيه الفم والأنف، ما في داعي هون لسد الأنف لأنه هو بيسد الأنف بهذا المكان. طبعا بنفس الوقت عم نحرر طريق الهواء وبنعطي الانفاس نفس ثانيه ثم نفس ثاني ثانيه ثم بنعود للتمسيدات. الله، هذا الماسك بنكمش بشكل محكم بطريقه سي اند اي. اذا ما كمشناها بهي الطريقه احيانا بفلت الهواء من هون، بيصير في تسريبات من الجوانب. فطريقه سي اند اي، شايفين هي السي وهيدي الاي. السي على الجزء العلوي من الماسك، طبعا بوسط الاصبع، الابهام والسبابه، هي السي. اما الاي بواسطه يعني الوسطى والخنصر والبنصر، تجي بشكل حرف اي. وين بنحطها؟ بنحطها على الضغط على العظم الفك، وليس على الجزء الرخو من اسفل الفك، لانه اذا ضغطنا على الجزء الرخو من يعني الحنكونه من الاسفل من الذقن عفوا، فمندفع اللسان للخلف ومسد الطريق الهوائي. فننتبه على العظم، وضع يعني هاي الحافه العظميه للفك السفلي. اذا سي على الماسك والاي على الحافه السفليه للذقن او الفك السفلي، ومنحرر الطريق الهوائي بنفس العمليه كانه نحن عم نحرر الطريق الهوائي وعم نعطي الانفاس. ممكن نعمل يعني الطريقه طريقة إحكام ماسك بطريقة ليست سي اند اي، بسموها او اند اي. شايفين سي من هون واي من هون، لكن في بالطرف الثاني باليدين سي اند اي. طيب بس هون المشكلة انه المريض ما بيحسن يمسك الامبو، يعني عفوا المسعف ما بيحسن يمسك الامبو، فبنضطر لحدا ثاني انه يعطي الانفاس او يمسك الامبو. هيدي او، هي الاو وهي الاي. هون في عنا طريقة تانية، بدل ما نعمل او بنعمل نضغط الماسك بشكل جيد على الاصبعين الابهام والباقي الاصابع على الذقن. طبعا قلنا عبر الفم لفم او عبر الفم الى ماسك، وممكن عبر الامبو الى الماسك. مثل ما احنا شايفين هون موصول على الامبو، والامبو بنوصله مع الاكسجين. اهم شيء ضغط الامبو ما يكون كل الامبو، لانه هيك بصير عندنا فرط ب يعني التهوية، وتؤدي إلى امتلاء المعدة وأحيانا الأقيئات والاستنشاق. نضغط تقريبا نصف يعني الحجم الأنبو 500 إلى 600 ملي. الغاية عنا أنه يرتفع جدار الصدر. الضغطات الكثيرة ما هي جيدة، كمية التنفس ما يعني الكبيرة كمان بتؤدي إلى حالات من فرط التهوية واحتباس السي أو 2. شد معدل الضغط الى التهويه. هلا لما ما بيكون عندنا طريق هوائي متقدم، يعني حاطين نحن امبو فقط مثل ما احنا شايفين، عم نتنفس فم لفم، 30 ضغطه مقابل نفسين، 30 ضغطه مقابل نفسين. لما بيصير عندنا طريق هوائي متقدم رح نفرد له محاضره خاصه فيه، مثل مثلا هون الانبوب الرغامي دخلنا لجوا، هذا افضل طبعا، تنفس مباشره بينزل على الحنجرة والرغامة ثم الطرق الهوائية. فهون ما في مشكلة انه نضل عم نضغط ضغطات مستمرة لمدة دقيقتين، وبنعطي انفاس كل 6 ثواني، يعني ما في توقف بين، يعني ما في 30 ضغطة ونفسين، لانه هون الطريق الهوائي متقدم ما بيعاكس كثير الضغطات. اذا لما يكون عندنا طريق هوائي متقدم ضغطات مستمرة بتضل مستمرة، ما بنعد 30ات، فقط كل دقيقتين بنوقف الانعاش، وبنعطي نفس كل 6 ثواني بمعدل 10 انفاس بالدقيقه. هذا احفظوا هذا، نفس كل 6 ثواني او معدل 10 انفاس بالدقيقه. طيب لما بيكون عندنا امبو وما في طريق هوائي متقدم، وواحد عم يمثل 30-2، طبعا في باخر جايد لاين بال 2019 قالوا انه ما في مشكله اذا يعني كمان استمرينا بالضغطات واعطينا نفس كل 6 ثواني حتى بعدم وجود طريق متقدم، يعني لكن هذا يعني اجراء مقبول وليس اجراء يعني اساسي. طيب الله، هذا عم مسعف عم بيمسد ومسعف عم بيعطي انفاس، واحد منهم اكيد رح يتعب، لذلك لازم يبدلوا بين بعضهم كل دقيقتين مشان يعني واحد ما يتعب، وبنفس الوقت انه يكون في عندنا يعني ممكن تصحيح للأخطاء
من قبل يعني أحد المسعفين للآخر، مثلا واحد شافه ضغط الأنبو كتير فبيقول له خفف شوي الضغط، واحد بشوفه ما بيضغط بشكل بعمق كافي مثلا أقل من 5 سنتي، أو عم بيضغط بشكل غير فعال مثلا عم بيثني المرفقين، أو مثلا عم بيتكئ على الصدر، أو عدد ضغطات أقل من 100. نشوف هذا الفيديو. إذا كان الاتفاق لا يعجبهم يمكنهم اختيار شريك آخر. لا، إنه أمر سخيف. لا، لن نفعل ذلك. لا لا، صدري بدأ يؤلمني. سيدي هل أنت بخير؟ هل تسمعني؟ اذهب واتصل باستجابة الطوارئ واسأل إن كان لديهم مزيل رجفان وأحضره. أهلا في دورة الإنعاش القلبي ومزيل الرجفان لجمعية القلب الأمريكية. قبل أن نبدأ فلنتعرف على مصطلحين سيتكرران خلال الدورة. في هذه الدورة يشار بالشخص البالغ إلى أي شخص يمر أو مر بمرحلة البلوغ، وفي حالة الشك في دخول الشخص مرحلة البلوغ تعامل معه كشخص بالغ. فالشخص الذي يبدي استجابة يتحرك أو يتحدث أو يرمش بعينيه أو يتفاعل عند هزه بخفة والاستعلام عن صحته، ويعرف الضغط على الصدر أثناء الإنعاش باسم عملية الضغط. عندما يتوقف القلب يتوقف تدفق الدم عبر الجسم، وبالإنعاش يستمر تدفق الدم عبر الجسم إلى حين تقديم رعاية طبية. وأهم جزء في الإنعاش هو الضغط بقوة وبسرعة على الصدر أثناء عمليات الضغط. فعندما تضغط على الصدر تضخ الدم إلى المخ والقلب. فلنركز على عمليات الضغط فحسب ونرى كيفية إجرائها. قم بإزاحة الملابس. ضع راحة إحدى يديك على النصف السفلي من عظم الصدر، وضع راحة اليد الأخرى فوق اليد الأولى. اضغط في كل مرة بعمق 5 سنتيمترات على الأقل، وبعد كل ضغطة دع الصدر يعود إلى وضعه الطبيعي لكي يتدفق الدم مجدداً إلى الصدر. ستحتاج إلى الضغط بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة على الأقل. فلنتدرب على عمليات الضغط. ستتعلم بقية الخطوات، ولكننا الآن سنركز على الضغط على الصدر بطريقة صحيحة. سنوقف الفيديو مؤقتاً لكي تستعد للتدريب. والآن أجثو على ركبتيك قرب الدمية التدريبية وشاهد الفيديو أثناء التدريب. تابع مع الفيديو ليوضح ما عليك فعله. استعد وابدأ. ضع راحة إحدى يديك على النصف السفلي من عظم الصدر، وضع راحة اليد الأخرى فوق اليد الأولى. اضغط على صدر الدمية عندما أطلب منك ذلك، وتذكر أن تضغط بقوة وبسرعة، وبعد كل ضغطة اترك الصدر ليعود إلى وضعه الطبيعي. استعد وابدأ. اضغط بقوة وبسرعة وحاول مواصلة الضغط مع الدقات حتى تتوقف. عند الضغط تأكد من تحرك صدر الدمية للأسفل بعمق 5 سنتيمترات على الأقل مع كل ضغطة، وبعد كل ضغطة اترك الصدر ليعود إلى وضعه الطبيعي. استمر في الضغط بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة على الأقل. طبعا بعد ما شفنا طريقة الإنعاش الصحيحة بنشوف شوية أخطاء بالإنعاش. هلا أهم أخطاء الإنعاش هي إنه
تجري الضغطات بمعدل أقل من 100 دقيقة أو أكثر من 120. نحن قلنا لازم نضغط بشكل سرعة كافية بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة. إذا كانت أقل من ذلك أو أكثر من ذلك أو أكثر من 120 معناتها في عنا إما بطء في السرعة أو حتى سرعة زائدة. الضغطات القليلة العمق أقل من 5 سنتي أو العميقة بكثرة أكثر من 6 سنتي كمان هذا خطأ من أخطاء الإنعاش. الاتكاء على الصدر بين الضغطات كمان هذا خطأ كبير بالإنعاش، هذا يعني بيمنع العود الوريدي للقلب. توقف عن الضغطات أكثر من 10 ثواني، قلنا ما بيصير نوقف أكثر من 10 ثواني. إعطاء الأنفاس الزائدة يعني مثلا إعطاء أكثر من نفسين، أعطاء النفس بقوة مفرطة، نحن قلنا بس نص الأنبو مو نعطي كمان كمية كبيرة فبيحتبس CO2، أو عم نعطي تهوية زائدة بالتالي يعني هذا بيزيد كمان تجاوز CO2. نشوف هذا الفيديو أيضا عن أخطاء الإنعاش. 1. Rocking back and forth or massaging the victim's chest. إذا رح نشوف الآن فيديوهات ونعلق على كل فيديو شو هو الخطأ فيها. إذا هون مثل ما أنا شايفين هذا يعني ما بيعطي العمق الكافي، بالإضافة لذلك أنه هو يعني المفروض يكون وزن الجسم فوق المريض، لا عم بيعطي ضغطة وبيرجع لورا، فإذا هو ما بيعطي الطريقة الصحيحة. الخطأ هون إنه هو عم بيضغط على الأضلاع وليس على النصف السفلي من القص، فهذا خطأ شائع وبيؤدي أحيانا لكسور الأضلاع وبيكون الإنعاش غير فعال. إذا هون يسني المرفقين أثناء الإنعاش وبالتالي الإنعاش بيكون غير فعال. هذا عم يضرب المريض ما عم ينعشه، إذا ما نحن عم نطلب منه ما يتكي على الصدر بس مو يرفع إيده هيك ما بصير الضغط فعال قوي. هذا متكي كثير على الصدر، لاحظوا عم بيضغط الضغطات الصدرية بس يعني ما عم يرجع لورا، ما عم يخليه يرجع يرتد. هون خطأ بالتهوية، لاحظوا لاحظوا عم بيعطي الانفاس دون انه يسد الانف، فبالتالي اللي بيدخل من هون بيطلع من هون. هلا في هي شغله مهمه يمكن ما حكيناها، هو عم بيعطي التنفس عبر الفم وغيلق الانف، لكن انت بعد ما يعني تعطي النفس اعطيت النفس خلصته لازم تحرر الانف كمان. طبعا لاحظوا انه هو لما كمان عم يعطي النفس لازم يكون عينه على جدار الصدر، فهو ما كان عم يطلع على جدار الصدر، عم يطلع على جدار الصدر بعد ما اعطى النفس، فهون ما رح لما ناخذ النبض انه لازم ناخذه من جهه الـ يعني الطبيب، اما اذا اخذناه من الجهه الثانيه فما راح نشوف بشكل كافي، يعني الجهه الثانيه ما هي واضحه بالنسبه لنا، فممكن ما نتحسس النبض ونقرر انه هو انعاش قلبي رئوي، فاذا هون غلط، واحيانا ممكن نسد الطريق الهوائي بهي الطريقه. نشوف كمان اخطاء ثانيه نعلق عليها. الله هون
المونيتورات الجديدة أو أجهزة الصوادم الجديدة تعطيك شوية معلومات بتساعدك في الإنعاش، مثلا في جودة الإنعاش. مثلا هون مثل ما لكم شايفين المكان دائرة الدبس العمق، طبعا بالإنش هون مكتوب، هون الريت شد أنت عم تضغط، تمام؟ هون إذا كنت عم متكئ على الصدر فهذا لازم يتحرر الأخير ويرجع. فالله راح نركز بهي المقطع على الدبس. لاحظوا الدبس 1.6 انش، طبعا يعني نحن ال 2.5 سنتي هو الانش، فاذا 1.6 هو يعني اقل من 5 سنتي، فبالتالي اذا العمق غير كافي، اذا نحن امام ضغطات غير عميقه أقل من 5 سنتي. شوفوا ايش عم بيقول له الجهاز، بيقول له بوش هاردر يعني اضغط. هون بنطلع كمان على الدبس، الدبس كويس 2.6 سنتي يعني 2.6 انش يعني بين ال 5 وال 6 سنتي. اما لاحظوا الريت 123، اذا هو عم بيدفع او يعني بيضغط الضغطات بشكل قوي جدا فوق. لاحظوا 127 129 غلط هذا. شوفوا هلا السرعة هون شد تطلع، العمق جيد لكن السرعة 85، إذا يعني 89، إذا أقل بطيئة. هذا عم يتكئ على الصدر، شلون بنطلع عليه؟ شوفوا هون ما في تفريغ للأخير والرجعة، إذا بتحسه ثابت. هون الخطأ عندنا البوزيشن تبع الوضعية تبع المسعف سيئة، ملاحظين مبعد كثير على المريض، لازم بلزقه مشان يصير مركز الكتف مباشرة فوق الصدر، فهيك بس بده يكون ضغطات من اليد والمرفقين وليس من. طبعا هون غير فعال لأنه في راسور، فبالتالي الضغطات لازم بتكون غير فعال. إذا طاولة الإسعاف غير مفيدة للإنعاش، وأيضا الإنعاش بالكارديوهرات بالممرات غير مفيد. أخطاء التهوية، لاحظوا هون، لاحظوا المسعف شلون عم يعطي أنفاس بالمفرط. نحن بنعرف نفسين أو نفس كل 6 ثواني إذا كان طريق متقدم مثل هون، هذا عم يعطي أكثر من هيك بكثير. إذا excessive ventilation، الحجم عم يعطي زيادة كثير. الضغط في الإيدتين كمان على الأمبو فبزيد التهوية، كأنه بيحبس CO2، فعم يعطي حجم أكبر من الحجم الحقيقي. إذن مكونات الإنعاش قلبي عالي الرئوي عالي الجودة، أول شيء لازم نميز توقف القلب، يعني ما بيصير نعمل يعني إنعاش قلبي رئوي من دون ما نعرف إنه هذا إنعاش، هذا المريض واقف قلبه من خلال توقف انعدام الاستجابة، غياب الوعي، انقطاع التنفس أو اللهاس وانعدام النبض، طبعا يتم تقييمه خلال 10 ثواني. لازم نفعل نظام استجابة الطوارئ عشان يحضروا الصادم، هي الخطوة الثانية. نبلش ضغطات صدرية اللي هي 30 إلى نفسين، طبعا ضغطات صدرية بالأول إذا ما في طريق هوائي متقدم، وإذا في طريق هوائي متقدم ضغطات مستمرة والنفس كل 6 ثواني بمعدل 10 أنفاس في الدقيقة. ضغطات لازم تكون 100 إلى 120 بالدقيقة، العمق 5 سنتي على الأقل وما يزيد عن 6، الإيدين على النصف السفلي من القص، نسمح بارتداد الصدر الكامل بعد كل ضغطة وما نتكي على الصدر، ونقلل التوقفات لأدنى حد يعني أقل من 10 ثواني.
في حالات ما في داعي نبدأ الإنعاش قلبي رئوي فيها، بسموه الموت الذي لا يمكن إنكاره. المعايير هي إذا واحد مقطوع رأسه، الحرق، الحروق، وتوقف قلب، التحلل الجثة، مثلا مريض جايبي لك يا جثة متيبسة فيها زرقة رمية، أو خروج الأحشاء الأساسية من الأعضاء الرئيسية. يعني والله طلعان القلب لبرا، طلعان الرئتين لبرا، طلعان الدماغ لبرا، هذا يعني ما في داعي لإنعاش. في حالات لازم ننظر في إنهاء الإنعاش فيها، ممكن يعني تستوفي الحالات السبعة التالية، تحطها بذهنك إنه سبع شغلات يكونوا مع بعضهم حتى تقول إنه خلاص لازم ننهي الإنعاش. إذا بدأنا عندك 20 دقيقة متواصلة من توقف قلب أسيستول، ما في عنا نظم، على الرغم إنه أنت بلشت بإنعاش قلبي رئوي ودعم متقدم، يعني أعطيت كمان للمريض أدوية ونببته وأعطيته كل شيء يعني بينعطى بالإنعاش خلال 20 دقيقة وما استجاب المريض، ضل أسيستول. عالجت الأسباب قابلة للعكس، كشفت أنت إنه عند المريض فرط بوتاسيوم، أعطيته الدواء وما تعالج. التوقف القلب ضروري ما يكون ناجم عن بعض الحالات المرضية، لأنه هي رح نشوف الله أنه ممكن معالجتها، مثل مثلا جرعة زائدة من الأدوية ممكن معالجتها، ممكن يعني نطول الإنعاش فيها. انخفاض حرارة الجسم أيضا ممكن نطول الإنعاش فيها. الغرق والصدمة الكهربائية وصدمة البرق. يعني الحالة الرابعة هي موافقة شفهية من قبل الأسرة أو أي شخص آخر هام للمريض. أحيانا نحتاج دائما أنه يعني إنهاء الإنعاش إنه يوافقوا الأهل عليه مشان المسائل القانونية. ما في تنفس متأكدين منه، ما في نبض متأكدين منه، ويعني بالحالات اللي بالمواقع الإسعافية إذا واحد مثلا ما في عنده فني حالات حالي جيب مثلا يعني بالشارع وصار معك توقف قلب عشت، بس ما يعني ما حدا أجا يساعدك وما حدا أجا مسعفين مشان يعني الإنعاش متقدم، فما في داعي تكمل إنعاش أكثر من 20 دقيقة. إذن الحالات اللي بيكون فيها الإنعاش لازم نطول فيها توقف القلب اللي فيه، نطول أكثر من 20 دقيقة، إذا جرعات زائدة من أدوية، انخفاض حرارة الجسم، الغرق، صدمة كهربائية وصدمة البرق، يعني مثل الصدمة الكهربائية لكن هم ناجمة عن البرق. في حالة خاصة هي توقف القلب عند الحوامل، مثل ما بنعرف أنه بعد الأسبوع 20 بيطلع قاع الرحم فوق مستوى السرة وفوق مستوى السرة، فبيضغط على الشريان الأبر والأجوف السفلي، فبالتالي بيمنع العود الوريدي وبيمنع يعني التروية للأعضاء الأخرى، فلازم يكون في شخص ثاني عم يدفش الرحم باتجاه الأيسر، فبيخفف الضغط على الأبهر وبيسمح بالعود الوريدي. وهيك بنكون انهينا المحاضرة الثانية.